اسمي مجد مشهراوي، عمري 24 سنة. تخرجت من كلية الهندسة المدنية في الجامعة الإسلامية في غزة عام 2016، وأنا بالسنة الرابعة من الجامعة شاركت في حاضنة لإدارة الأعمال والتكنولوجيا ممولة من البنك الدولي. كانت هذه أول خطوة من خطواتي نحو مشروع Green Cake Blocks. الفكرة لمشروع Green Cake بدأت بعد أكثر من 160 ألف بيت مهدم في حرب 2014 على غزة. بدأ الإيمان عندي ينشأ إنه إحنا لازم نبني شيء لخدمة هذا الوطن. نتيجة الحصار ما في عنا إمكانية للحصول على مواد البناء المحتاجينها لأجل إعادة بناء البيوت المهدمة. عوضاً عن الحصمة والرمل المستوردين من الخارج، بدينا نستعمل الرماد وبقايا المنازل المهدمة. Green Cake أصبح عبارة عن رمز للأمل، وأن هؤلاء الناس ممكن يرجعوا ويعيدوا بناء منازلهم التي انهدمت في الحرب. في شهر 6 عام 2017 حصلت على فرصة للمشاركة في فيلوشيب اسمها Our Generation Speaks في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك جاءت لي فكرة لأحل مشكلة الكهرباء. كتير صعب أي شخص في العالم يتخيل حياته بدون كهرباء. طب كيف بتقدر تتخيل حياة أكثر من 2 مليون شخص بعيشوا مع أقل من 3 ساعات من الكهرباء يوميا؟ إحنا بنعرف إنه المنطقة عنا بتتمتع أكثر من 300 يوم مشمس سنويا، وهذا بيعني إنه الطاقة الشمسية هي أفضل حل لمشكلة الكهرباء في غزة. إحنا كشركة سامبوكس بنوفر سيستم تكون من جهاز ذكي، بطارية، لوح أو لوحين شمسيان حسب احتياج العائلة. الجهاز بتميز إنه تركيبه سهل جداً، تكلفته مناسبة لدخل العائلة الفلسطينية، وثالث إشي إنه عمره الزمني طويل. أنا بدي كل شخص في قطاع غزة يكون عنده الحياة اللي بيستحقها. إحنا صرنا عايشين تحت حصار لأكثر من 11 سنة، جيل كامل كل محا وتدمر واندثر. إحنا مرينا بكتير صعوبات، بكتير حروب، وبكتير أشياء كفيلة بإنها تهدم أشخاص أقوياء جداً. بس هذا ما يعني إنه لازم نفقد الأمل بالمستقبل.